احنا عندنا تليفون مع سيد الوزير احمد زكي بدر. صح؟ أيوة. صحيح. اهلا بحضرتك يا فندم، بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، اهلا بيكم. سلام على الوزير. اهلا، مساء الخير يا فندم. مساء الفل. ازي حضرتك؟ طبعا احنا مع حضرتك مشرفنا من خلال التليفون دلوقتي علشان موضوع العاملين بهيئه الابنيه التعليميه، وكان في مشاكل وكانوا معتصمين وكانوا عاملين لحضرتك شويه مشاكل كده، لكن اعتقد ان الموضوع اتحل. حضرتك تقول لنا بس ممكن تكون اتحل ازاي؟ هو الابنيه التعليميه احنا في شويه مخالفات كده وشويه اجراءات يعني غلط، واحنا محولين كام موضوع للنيابه. للاسف طبعا انه في بعض من يعني المستفيدين فهموا العاملين في الابنيه التعليميه انه عشان بقى يعني يخرجوا او يخرجوا من الموقف ده، فهموهم شويه حاجات غلط كده، ان احنا منعنا العلاج ومنعنا مش عارف ايه ومنعنا ايه، شويه حاجات كده بالمخالفه للحقيقه يعني. وان حضرتك اسات ليهم. وان انا اسات ليهم وشتمتهم ومش عارف ايه، مع ان طبعا انا يعني لو حد يجي يقول لي الكلام ده ويثبته لي يعني اتحداه. لكن المهم انه طبعا الزملاء في اللجنه النقابيه لوزاره التربيه والتعليم والابنيه جولي النهارده مع مدير الهيئه وقابلوني واتكلمنا في كده. طبعا هم يعني اساءوا بقى شويه وعلقوا يفط وحاجات كده. انا فهمت معالي الوزير، فهمت معالي الوزير ان هم اعتذروا لسيادتك عن هذه الاساءه لان هم كانوا فاهمين غلط. هل ده كلام مظبوط؟ اعتذروا فعلا وقالوا ان هم هيعتذروا كمان ويعملوا حاجات يعني ترد، لكن انا الاساءه الشخصيه دي مش مهمه يعني، انا ما دام حقي انا اتنازل عنه، انما بقى حق الدوله وحق الوزاره وحق الطلاب وحق يعني الحق العام ده لا تنازل فيه ولا تهاون عنه خالص. فهو النهارده يعني جم ووضحت لهم الصوره واكدت لهم بالمستندات وكل حاجه، وقررنا بقى ان احنا انه العاملين بقى صغار العاملين ان هم اقل من مدير عام. هتشغلهم مكافئات بقى. نديهم جزء من مكافأة، لان هم فعلا الجماعه الصغيرين دول ما لهمش ذنب، وبعضهم انساق صحيح وراء شائعات وراء ناس مغرضه، لكن في النهايه يعني حاجات يعني مش مهمه وبسيطه، وما دام وضحت لهم الرؤيه وانتهى الموضوع يعني خلاص. لكن عايز اكد بقى حاجه مهمه جدا. اتفضل. انه ليس ابدا الاضراب عن العمل والضغط ده وبتاع هو اللي ادى لكده، انا متاكد تماما انه وصلهم معلومات غلط، وعشان كده يعني لم اخذ ابدا في الاعتبار حكايه ان هم يعني اساءوا ليا او يعني حضرتك قبلت عذرهم في ان هم سمعوا كلام صدقوه وبناء عليه تصرفوا. طبعا يعني برضه الحقيقه المفروض الواحد لما يسمع حاجه يتاكد منها ويسال منها ويسال يعني ويتاكد، لكن يعني في النهايه برضه دول يعني عاملين زمايلنا، يعني اي واحد طبعا بيلاقي ان فيه اي تاثير على دخله او اي كلام يخص دخله او علاجه او المزايا اللي بيتمتع بيها هو واولاده، يعني بيضطر ان هو يعني برضه يتأثر يعني شويه. المكافأة شهرين يا فندم؟ شهرين ايوه من المرتب الأساسي. جميل جدا. معالي الوزير أنا بشكرك على هذا الموقف، بس كنت عايز أسأل سيادتك سؤال تاني. اتفضل. إيه حكاية المدرسين الأربعة ولا الخمسة اللي ماتوا دول؟ إيه قصة القرار اللي سيادتك أصدرته ده؟ أصدرت إيه القرار بإيه؟ قالوا إن في قرار إن هم ما يروحوش المستشفيات عشان بيدعوا المرض. لا احنا اتكلمنا امبارح في الموضوع ده، وجت زوجة احد المدرسين الذين توفوا رحمه الله ومدير المستشفيات، ومدير المستشفى نفسه قال اللي انا قلته بالظبط كده، قال لم يبلغنا احد ولا يقرر احد بان العيان ما يروحش مستشفى، وقال حتى لو صدر قرار زي ده المريض اي مريض بيجي حتى لو واحد مسجون بناخده ونعالجه، لا يمكن ولا يعقل يعني أبداً. يعني الكلام اللي اتكتب ده مش صحيح يا معالي الوزير. لا 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 لا، ده كلام يعني سيادتك لم تصدر هذا القرار. نعم، ما اصدرتش قرار زي كده. يعني ايه انا اصدر قرار للمستشفيات ان هم ما يستقبلوش واحد عيان ازاي يعني؟ اي سلطتي اولا انا على المستشفيات، واي واحد مريض لو راح الاستقبال في اي ما قالش انا مدرس، يقول انا بشتغل عامل انا حاجه، هيكشفوا عليه ولا هيقولوا احلف ان انت مش مدرس عشان الوزير منعك؟ صحيح صحيح. افهمتني يا معالي الوزير.
لا عشان شايفك النهارده كويس يا استاذ محمود. ربنا يخليك يا معالي الوزير، ربنا يخليك. اشكرك يا معالي الوزير وبنحييك الله يكون في عونك، ومستنيين منك الكثير والكثير والكثير في تطور التعليم في مصر. انت عارف قد ايه مهمتك صعبه، وقد ايه احنا محتاجين لشغلك وافكارك تعمل لنا استراتيجيه حقيقيه للتعليم. يا رب ربنا يوفقك. نشكر سيادتك معالي الوزير. شكرا لحضرتك دكتور احمد زكي بدر وزير التربيه والتعليم. مشاهدينا يوم الجمعه الماضي